تحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات وليد المانع، نظمت إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة ورشة عمل بعنوان زراعة الأعضاء في البحر. هذا وتأتي الورشة في إطار توقيع اتفاقية توفير الخدمات الطبية والتدريبية في مجال زراعة الأعضاء بين مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وبمشاركة فريق طبي من كلا البلدين. جهود جريرة في طريقها إلى الانضمام في مصاف الجهود المبذولة في المملكة لتعزز مكانتها في المجال الصحي على المستوى الخليجي والإقليمي والعالمي. فتوقيع اتفاقية زراعة الأعضاء بين مجمع السلمانية الطبي في مملكة البحرين ومستشفى الملك فهد التخصصي استنادا إلى التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في المجالات الصحية. الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو التنسيق في العمل بين قسم أمراض وزراعة الكلى مع أقسام العناية المركزة، قسم الجراحة، قسم التخدير وغرفة العمليات، قسم المختبر، لعملية أخذ الأعضاء من المتوفين دماغيا بعد السماح الأهالي وزراعتها في للناس المحتاجين اللي عندهم فشل كلوي. ما في شك أن هذه التنسيق والتوعية مع الفريق السعودي راح يعجل من زيادة الأعضاء المتوفرة لهؤلاء المرضى. ولخبرة مستشفى الملك فهد التخصصي في مجال زراعة الأعضاء، فلا بد من الاستفادة من هذه الخبرة. فالاتفاقية تكمن أهميتها في وجود طاقم طبي من الجراحين في مستشفى الملك فهد التخصصي، حيث يجرون نحو 120 إلى 130 زراعة كلى، ومن 25 إلى 30 عملية زراعة الكبد في العام، وهو ما يشكل خبرة هامة لإجراء العمليات السهلة والصعبة في مملكة البحرين. في موضوعين أساسيين في الورشة. الموضوع الأول هو التثبت من الوفاة الدماغية، لأن معظم نقل الأعضاء الذي يجري من أشخاص متوفين دماغيا. الموضوع الثاني هو موضوع نقل الأعضاء بالذات. نقل الأعضاء بالذات يحتاج إلى أولا أن التثبت من الوفاة الدماغية واحد، ثانيا معالجة المتوفى، معالجة أعضاء المتوفى بشكل صحيح حتى يتم استخراجها لزرعها في متلقي يحتاج إليها. هذه الورشة بتبين لنا أهمية إن إحنا لازم نخطو خطوات جريئة في نفس الوقت عشان إحنا نحاول نوصل لبقية الدول في الخليج العربي. والأشياء اللي استفدنا منها من الورشة إنها بتبين لنا شلون إحنا نحافظ على الأعضاء بالنسبة حق المرضى عشان تكون الأعضاء سليمة لما تروح حق المتبرعين. وتحت مظلة وتوجيهات وزارة الصحة يكون التعاون من أجل دعم وتعزيز كافة الخدمات الطبية في مجال زراعة الأعضاء وعلم الأمراض والمختبرات لتحقيق الأهداف المرجوة على أكمل وجه. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.